يقول: أجد في نفسي وفي قلبي خيالات ووساوس تغضب الله سبحانه وتعالى، هل يحاسبني ربي عليها؟ وما هو علاج تلك الوساوس؟ جزاكم الله خيرا. الوساوس من الشيطان ولا يحاسب الله عليه، بل يعفو عنه، كما جاء في الحديث: عفى لأمتي خطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أما دام هاجس النفسي وخاطر النفسي لم يتكلم الإنسان به ولم يعمل به فإنه لا يضره، ولكن علاجه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن لا يهتم بهذا الوسواس، إنما يرفضه رفضا تاما ولا يضره بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا.